السيدة أم عمر تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ نعم وفضل الحمد لله. معلش هسأل حضرتك سؤالين. اتفضلي. أبي الله يرحمه قبل ما يتوفى بكام شهر كان كتب لي شقة صغيرة كده، بحيث إن أنا من محافظة وهم في محافظة، فقال لي عشان لما تيجي يبقى ليكي مكان يعني. طيب. فكتب لي شقة، يعني إيه، هو كان بيت هو شاريه هو وأمي وأخته، وكتب لي نصيبه. فكتب لك نصيبه من البيت ده، يعني هو بيت 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 على المشاع، مش مقسمينه ومش مقسمينه ومش فارزينه، يعني لا على المشاع. بالظبط كده. فكتب لي شقة فيه بعد لما توفى كذا حد قال يعني لي، يعني كتب لك نصيبه اللي هو بيساوي شقة في البيت. بالظبط كده. طيب اتفضلي. بعد ما توفى فكذا حد قاعد يقول لي لو خدتي الشقة دي ليكي، يعني هي متأجرة، يعني متأجرة وانا ما بستفادش بإيجارها، انا خفت اخد فلوسها لحسن يكون فيها حاجة على ابي يعني. معلش، قال لك لو خدتي حاجة، لو خدتي الشقة دي يبقى ايه بقى؟ عشان اقول له كلام، عشان اقول له كلام يوجعه يعني، او ان ابي يكون في ضيقه. لا، اللي قال كده، اللي قال كده، اللي قال كده، اللي قال كده يعني شخص في غاية الجرأة على الله. تمام يا بنتي، ابوك يتصرف في ماله يعني؟ هو كده. اقول لك حاجه، سيدنا ابو بكر اعطى للسيده عائشه جزاز من نخل، اعطاها جزء من النخل. اسمع، انا ليا ثلاث اخوات. اسمعي يا بنتي، ما هو يعني هو السيده عائشه كانت لوحدها، مش في السيده اسماء، هو حضرتكم يعني مش مذاكرين كمان، ما هو في السيده اسماء يا بنتي كانت مع السيده عائشه، فاعطاها ولم يعطي لباقي اخواته، يبقى ظلم السيده اسماء واخواته، سيدنا عبد الرحمن وغيرهم من ابناء سيدنا ابو بكر. ها تمام، ما حصلش يا بنتي. طب هنعمل ايه بقى في حديث النعمان بن بشير؟ لان هو كان ده كان مناقره ما بين اتنين ستات، زوجته اللي هو ام سيدنا النعمان بن بشير قالت له عايزاه يدي لسيدنا النعمان وما يديش لسائر الاولاد، عشان نكايه في مين؟ في زوجته الثانيه. لكن ابوك يتصرف تصرف شرعي، هو والدك كان محجور عليه؟ لا، مش هو كان راجل رشيد وراجل كامل للأهلية؟ تمام. وكان كامل، وكان تصرفه في المال دوت كامل؟ كان كامل طبعا. فليتصرف كيفما شاء. هو سيدنا أبو بكر لما خرج من كل ماله حد قال له أنت ظلمت عيالك؟ رضي الله عنه. يتصرف زي ما هو عايز، فده مال حلال. اتفضلي. السؤال التالي، أمي يعني هي ست مريضة، وأنا عندي ثلاثة أولاد ولاد، يعني ثلاث إخوات ولاد. نعم. فهي مثلا ممكن تزعل شوية من تأثيرهم معاها في إن هي قاعدة لوحدها ومرضة ما تروحش، مرضة ما تروحش، مرضة. فراحت قالت لي أي ذهب ليا إخواتك ما ياخدهوش، عشان يعني هي فكرها إن هو ما يدهوش لمراته. طيب يعني أنا إيه؟ رضيتها وقلت لها ماشي، بس جوايا طبعا مش هعمل كده. لأن هي بص يا بنتي، إذا إن شاء الله ربنا يدي لها طول عمر ويجمع لها بين حسن العمل إن شاء الله وطول العمر. هي دلوقتي لو انتقلت، هي خلاص ملكيتها لمال، عايزة المال زالت خلاص، والمال دوت بينتقل إلى الورثة بالشرع الشريف. فوصيتها دي بإن أنت تمنعي حد من العطاء، لو كانت هي ما وهبتش المال ده لحد وفضل المال ده، وصيتها بإن ما حدش يدخل ياخد من المال ده بعد الوفاة، مش من حقها، لأن ملكها زال عن هذا المال. فيبقى كده بدل ملكها زال عن هذا المال مش هيتنفذ الكلام ده، وانت يعني بتتصرفي بحكمة، فرضيها وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل الخير إن شاء الله.